ديال انني ندير بحكم ان الجسد راه الملك ديالي بحكم انني بغيت ندير الجواز ولا ما بغيتش انا نديرو هذا راه سوقي انا يعني راه ما سوق حتى شي واحد فيه لان الجسد ديالي انا ولاني باش تمنعني من اجل انني ندخل لواحد المحاكمه معينه كنتعرض ليها انا كاستاذ وكاساتذه مفروض عليهم تعاقد دوك راه الدوله كتحمل المسؤوليه ديالها وكذلك المحكمه كتحمل المسؤوليه ديالها وهذا راه كيتسمى منع وهذا راه كيتسمى كذلك اعتداء على الحقوق ديال الانسان المحاكمه لحدود لحظه بالنسبه اهم الاجراءات اللي كاينه حاليا هو اننا غنسحبوا ما غاديش نبقاو اساسا نحاولوا ما امكن نتواصلوا مع المحامين ديالنا والمحامين ديالنا هما ديك الساعات اللي غيحاولوا ما امكن انهم يوصلوا الميساج ونشوفوا ديك الساعات بناء على القرار كذلك ديال المجلس الوطني هو اللي غيحدد ديك الساعات شنو ممكن انه يدار وتحيه اذا تحيه نضاليه كما لاحظتوا جميعا انه هذا المنهج يشكل مره اخرى يعني خرقا للدستور البدن ديالي او الجسد ديالي وواحد الملك خاص كما اشار الى ذلك الاستاذ فانا حر يعني في اخذ الجرعه او عدم اخذ الجرعه لكن الحق ديالي الدستوري في انني نجي ونمتثل الاوامر ديال القضاء لانني تعتقلت او تعتقلنا جميعا يعني من بعد واحد الخرق يعني سافر يعني ديال الدستور من بعد اننا خرجنا باش نحتجوا ونناضلوا من اجل اسقاط مخطط التعاقد يعني كتصادر الحقوق ديالنا الدستوريه الدستور اللي صوتنا عليه جميعا الدستور تخترق ابهى التجليات ديالو كان هناك على الخرق ديال الدستور ولا زلنا امام هذه السلسله من الخروقات ديال الدستور منعونا الان من الولوج للمحكمه فهو خرق سافر يعني الممارسه ديالنا الطبيعيه داخل واحد البلد اللي كينادي بالديمقراطيه وبالحقوق الانسان ومصادق على معاهدات دوليه اللي كتفوق الدستور اذا فنسجل الموقف ديالنا ونؤكد جميعا على اننا نؤكد على براءه جميع الاساتذه من التهم الموجهه اليهم والان كما لاحظتوا ما كان لا قرار منع كتابي يعني تحملنا العناء ديال السفر مرارا وتكرارا وكنواجهوا هذه السلسله من تاجيل ديال هذه المحاكمه السوريه اليوم شوط اخر يعني من تاجيل من المنع لكن اؤكد على اننا صامدون مستمرون الى حين اسقاط مخطط التعاقد وتحيه نضاليه للجميع. تحيه للجميع تحيه لكل المنابر الاعلاميه الشريفه من داخل التنسيق الوطني للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد حضرنا لمؤازره الاساتذه المفروض عليهم التعاقد لتحاكموا لانهم يدافعون على الراي يدافعون من اجل استقرار وظيفي ومهني يدافعون على المدرسه العموميه وانتم كتفاجئوا الان بان الاساتذه اللي جاوا تم المنع ديالهم بدعوى ما عندهمش جواز التلقيح وهذا الشيء بطبيعه الحال مرفوض يعني هذه لعبه كذلك من الالاعيب من اجل اطاله امد المحاكمه لاننا فقط نؤمن ببراءه هؤلاء الاساتذه لان هؤلاء الاساتذه ليسوا من باعوا الوطن هؤلاء الاساتذه ليسوا من خانوا الوطن هؤلاء اساتذه يمارسون مهامهم بكل تفاني هؤلاء اساتذه الان حضروا ويحاكمون فقط لانهم اساتذه ويدافعون على استقرار مهني وظيفي بمسيره سلميه في الوقت اللي كنا تنتظروا ان يتم الاسراع بهذه المحاكمات اللي تعتبر محاكمه سوريه وتعطي البراءه الى هؤلاء الاساتذه كنتفاجئوا بانه تتم المنع ديالهم بدعوى انهم ما عندهمش جواز تلقيح وهذه مرفوضه من طبيعه الحال وحنا نؤكد من طبيعه الحال ان هؤلاء الاساتذه جزء لا يتجزا من التنسيقيه الوطنيه واننا قادرون ان شاء الله بمعيه كل الضمائر الشريفه والضمائر الحيه ان نحصنهم مهما كلفنا الامر وان المساس باي استاذ نعتبره اعتداء على كل الرجال ونساء التعليم وهذا من هذا المنبر نطالب هيئه المحامون ونطالب كذلك الاطارات المناضله بوحده الصف من اجل الدفاع على رجال ونساء التعليم لان المدرسه العموميه تتعرض للتخريب بمجموعه من المخططات التخريبيه وبطبيعه الحال ما ننساوش حجم استغلال الحجر الصحي لتمرير مجموعه من القوانين المجحفه في حق رجال ونساء التعليم بل في حق كل ابناء الشعب المغربي ونعتبر انفسنا بطبيعه الحال جزء لا يتجزا من نضالة أبناء الشعب المغربي من أجل الكرامة تحية المنابر الإعلامية الشريفة المواكبة دائما وأبدا لهذه المحطات ولنا عودة تحية بلاتي نعرف وسليم مونوبول تحية
تيدخل الجواز الصحي. دابا ها واش القاضي يكون عارف انكم منعتونا من الدخول للجلسه؟ القاضي لا فاش كتخلى كارت ناسيونال عندنا والاستدعاء عندنا. لا فاش كتخلى واحد الشرط معين، فاش كتخلى واحد الشرط. كان تحيه من داخل اطارنا العتيد والصامت التنسيقي الوطني للاساتذه مفوض عليهم التعاقد. اليوم كما تلاحظون ان كتم طوض من اطوار محاكمه الاساتذه مفروض عليهم التعاقد داخل المحكمه، ولكن اليوم نتفاجأ نحن كاساتذه مفروض على ولوجنا للمحكمه بمبرر عدم توفرنا على جواز التلقيح، واللي كيبقى هو اختياري لكل مواطن مغربي الجنسيه. علاش؟ لان الاجساد هي ملكيه خاصه، ما من حق حتى شي واحد انه يتحكم في الجسد ديالي وفي المواد الاجنبيه اللي ممكن انها تدخل لي. علاش؟ لان ظروفنا الصحيه كتختلف من مواطن مغربي الى مواطن اخر، وبالتالي حنا كنستنكروا هذا المنع اللي تم اليوم امام المحكمه اللي كنعتبروا حنا تضييق على محاكمتنا السوريه اللي كتم من طرف هذا المحكمه. وبالتالي كنقولوا حنا كاساتذه مفروض علينا التعاقد وكمواطنين مغاربه الجنسيه قبل كل شيء اننا لازلنا صامدون امام المحكمه الى حين سمح لنا الدخول دون اجباريه جواز التلقيح لا الى الجلسه المزمن عقدها مع الساعه 11:30، ونحملهم كافه المسؤوليه فيما ستؤول اليه هذه المحاكمه.